السلام عليكم. طلبوا مني المنظمين ديال المنتدى الوطني للمدرس انني نجي ندير واحد المداخله في هذا المنتدى اللي غيكون نهار 26 و27 ان شاء الله مدينه الرباط، وقبلت بكل تلقائيه واعتبرت انها واحد اللحظه مشرفه بالنسبه لي انني نجي نتقاسم معطيات انسانيه وما يحتفظ به الوجدان ديالي من المدرسين اللي كيكتشفوا المواهب. غيكون اكثر من 100 متدخل، كل واحد غيتكلم في موضوع. كيطلع واحد العمود ديال واحد الصحفي في واحد العدد من المغالطات، منها ان حسن الفد غادي يتقاضى 20 مليون بمعدل مليون للدقيقه، يعني رونالدو. هذا خبر عالي من الصحه، فيك نيوز تقاسمته بعض المواقع، استشعروا بعض الاشخاص. المهم هذا ماشي هو المهم. المهم بالنسبة لي هو أن هذا المنتدى غادي يكون نهار 26 نهار 27 في مدينة الرباط، وغادي يكون البث ديالو مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب. المداخلة ديالي إن شاء الله غادي تكون نهار 26 في العشية. البرنامج كله موجود في الموقع ديال المنتدى الوطني للمدرس، شوفوه وطالعوا عليه لأنه مفيد للجميع. شكرا. تعالى الله تعالى.